تقياني بتلك العلاقة إلى أعلى درجات التنسيق والتعاون المشترك من أجل مواجهة التحديات المشتركة التي باتت تفرض نفسها على دول العالم أجمع، فضلا عن حرص قيادتي البلدين. ها هو علم مصر الحبيبة يشكله فرسان الإمارات في سماء الإمارات، مرحبا بسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في وطنه الثاني بين أشقائه الإماراتيين. الإمارات قيادة وشعب يسعدها هذه الزيارة، يسعدها تعزيز بناء صرح الوجدان الجماعي الذي بات يربط الشعبين الشقيقين. الإمارات ومصر نموذج يحتذى، واجهة مشرفة للدول التي يربطها المصير المشترك، علاقات متميزة نسجتها خيوط التاريخ التي تعود إلى بواكير تأسيس دولة الاتحاد على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، لتصل اليوم إلى أعلى درجات التعاون بفضل جهود قيادتي البلدين ووعيهما بجسامة المسؤوليات الملقاة على عاتقهما. الإمارات قيادة وشعب يسعدها هذا التواجد والوجود المصري في الأحداث. الإمارات على مدار التاريخ تؤمن بهذا المبدأ، مصر هي العروبة والعروبة هي مصر. تؤمن الإمارات بهذا المبدأ قولا وفعلا. العلاقة بين البلدين تاريخية ثابتة راسخة، أدركها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه قبل عقود. قوة مصر تصب في مصلحة العرب والمنطقة، هو موقف يزداد رسوخا في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. المدفعية تطلق 21 طلقة فرحا وابتهاجا بهذا المقدم الميمون لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة. إن أصدق تعبير عن قوة العلاقات ومتانتها بين الإمارات ومصر يتجلى من خلال التواصل العفوي بين الشعبين وتقارب وجهات النظر حول مختلف المجالات.